بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل ببق القنطنية أفراد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وعين قزو جري أنواع اللوحة جنيي يأينا إنتو ببنائيهين حديث أيتوستي حديث كدراية أمنا عائشة طرق ديسي الروايات كسبة السعودية. حدثنا زهير ابن حرب وإسحاق إبراهيم، قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عبد الحميد الضبي بكوضة عن منصور يعني ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا وحنلبحني مع رسول الله نبقى لجرن كيسا ولا نرى أنه نوار كينين إلا أنه عمل كينو يهي أنه نوار الحج حج وحان كاهي وحان حج كاهين للا إيمانين أنه أمسن بأن نبي الله بحنا مكلا أنت المدينة كبحنا. فلما قدمنا مكة مكة مركان وقلي تطوفنا وانو طوافنا بالبيت كعبدا أن خد طوافنا بهيدا نجداد الصحابة بدا أن خد بيجداد يوم يصير طوافين. فأمر رسول الله رسول كلا وحوف فري من لم يكن ساق الهدية نين كان صوك حين هدي يحول أنودين حق النحاجيها أن يحل إنه حلال وبمرق طوافك قدومك اللي ما دو صعي اللي ما دو هولي تقصير كام حلقه أوسمي إنه كحلال وب عمردي. قالت وحيت الوالدين فحل وحا حلال وبي وعمردي كحلال وبي من لم يكن إن كان أين ساق الهدي مثل السوك حين إن كان هاي. والنساء وطبرك الصوبان عليه الصلاة والسلام إلا سحجي لم يسقن الهدي هدي ما إسن سوك حين. فأحللنا أيون وحلال وبين وسيد السحابة أبض نيد وي حلال وبين. قال عائشة وحيث فحدت مركز تقديم التأخير باكو جيرا وذكرنا إسا حديثك مركز استرف سوما رئيسي 8 كيلومتر ملاها اللوسو جيرو مكة وكيديكو قد عاي كدبنا مانك طبنات يوم النحر أو سبت آهيد يوديكو كقو أيه يدين وعرف وحي استكت يدو حائضة. فلما أطف بالبيت بيت كمان ضواف مالك ورين سوق اللي مانا كود ضوافين. فلما كانت ليلة الحصبة هبينك دحجيف كأما قلتشيف كمك لما رأيه هبينك أفر الطبنا ذي الحجاء ذي الحجاء. قال وحيتر قلت يا رسول الله يرجع الناس وتكم حلال الله بريا بعمرة وحجة رميسترا عمرية حج مدول بكلا مدح بنان عمرة رميسترا ومدح بنان إيا حج مالك سديدا انتر لحداسه ومدح بنان. وأرجو عنا ما الله بنيا أنا عائشة بحجة حج كلي من الله بنيا ماشى يرجع الناس وآيتي وإذا نطق آيتي لي رواية أحمد بعد يسوع وحيث يرجع صواحبي ضمرك الله يلقى بي محج عمر ما ذهب بنام بي وضنيا أنا هنا حج كلي مرك ماشى مهناس يا مصير بسوق علي. قاله إذا وحيث لي قال سبحان حورة أو ما كنت موضنا هين ضفتي تي ضوافتي الليالي قدمنا مكة هبيني أن مكة سوق اللي موضا ضوافين وضواف القدوم وضواف العمر أظن لا إيمانين. قال قلت لا ما النبي الله لا إيمانين. قال فاذهبي تقو الرع مع أخيك إلى التنعيم ولك عبد الرحمن أبو بكر وحضر الرع ذا تنعيم فأهلي بعمرة عمرة صوحر ثم أنت أكدب موعدك ماشي بلن كذا وحاوي مكان كذا وكذا هل كاسكوكا يكن هبيني مو نبغى بحي وان صو طواف الوداع وسويت سبانسو صميني أظن عمره صور لما يسوع نسكوه من مريه بلا. قال صفية وحيتي بنت حيي ويدون حاسس كنا بكم ذا هيد قبر دي ربنا إسرائيل ما أوراني نبع الله أمارك وهبينك لبحها يي طواف الوداع للسمين يي أرورتي سهل كاسي من اللورد أقلها ما أوراني أمارك يتي إلا حابسة تكمي أننا حنبها يموي أنا يعني حنبها يوم موية وحكى له أمارك بمعنى أنه ديك بيقول دعي ضوف يودع الله ما يمنن مركا وحاتك قسبنتهين سيد وسكدها دعيسي إن هذه السكتان إنت أنك حلال كطاهر نقوني كدمنا الله يمني ضواف الوداعي ضواف الوداعي الله يمني. قال نبي حوري عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر عقرى هي حلقى وإري ونقونا هين وكلي أما ورقوي وكلي وإري ظاهره الدعاء على الشخص وانا غير مقصود عند العرب ارى لغوها القبصده ومقال كي سكر اوك هبار حقا ان لوتشي ذن هبار لغو ذن وي عقرى وحاول بقناها لكو قواما
dhaawaxaku gaara laga wada halqan dhunta lagu dhufay oo kala way dhunta lagu dhufay oo kala xanuun cunahay buuca kaaga dhaca oo u dhimata Allah kugu rido kala way macnu aqra ay halqa oo ka sakra oo kala way tayib laakiin aqran wa halqan nawal akhriya marku duca u alayhi ruuha Allah baray aqran wa halqan ba layraada boqonaha iyo dhunta ba Allah kugu dhufay way faylash Allah kugu goonaga soo madhana mararka qaar kod tayib marka waa aqra wa faylasha Allah ku gooyo kala way halqana dhunta lagu gu dhufay way degelka laga rido marka waa nabagu wuxuu ka naxay ereygay tiri ana waxaan u maayna in xanibahayo tayib na inkaar qabto kala way wadaadu ay yiraahda dadka qaar Soomaali na inkaar qabto kala isan taadoon u jeedin aad habaartid erey afkaadu bartay ama looga jeedo gacal cun way marka waa daahiruhu waa adhamu والدعاوى على الشخص لكن وغير مقصود صومالي ان بدن بيلاد اريغا اي نوعاس او ما كنت موالهين صفيه وطفتي تي ضوافت يوم النحر مالينك يوم النحر دوندوغه تبناده للا ايمنيه غورع ايو ضواف في افاضه ايو حيرشدي ايو للا ايمنيه اي جمره العقبه ان لا تورت مالينك ميودن ضوافين قالت بلا نبا لو ضوافيت مالينكاس وديغو ما دحين قال لا باس انفري marka dib ma laha bax baa la yiraahdo dadka raac naxbisi meesidi oo lagu nagaan mahay orod maxay eelay dawaful wadaa haayadadu waa ka dhacaya dawaful wadaa haayadadu waajib kuma gabadha haday haydeedahay way iskaga tagaysa waajib kuma aha sabab dawaful wadaa baa isku haya ma waajib ma soo sunn inda ahli ilm qala aisha wa hitri falaqiyani dawaful wadaa marka haayadu waajib kuma aha sidoo kale dawaaf qudumna haayada laga marab dawaaf qudum ka hore marka tagtaan baytullaahi alxaraam waa dawaaf tamaarka dawaaf qudum balla salaanta oo reesin kaacbada la salaamay umrada la bilaabay dawaafka asaga ah gabadha haayada laga marabo waxa laga qaatay xadiidka aaysho xadiidka aaysha laga qaatay waa dawaaf qudum waa ka dhacay sidoo kale safiya hadii qisadeen waxa laga qaatay in aan laga rabin xaayidada dawaful wadaa intana kala wa qala aisha waxay tiri falaqiyani rasuulullah rasuulki ilaahi ba ila kulmay wa huwa mus'idun min makkah soo makkah kasoo fulay oo xaq u soo laabtay batxa iyo wadi muhassab u soo laabtay oo soo sameey dawaful wadaa soo sameey wa ana anuguna munhabitatun alayha an ku soo dhaadhacayoon ka imi tanciib riwaasana saxa nabigu riwaayadoran soomaali taqdiim taqdiir ba ku jiray nabigu intay aaysha tanciim kuma raayid bu yimid ma ku yimid oo dawaafay dawaf bidac wuxuu ku laabtay fariisimiisi meeshu deganaa halkii ween aaysha ugu tagtay kadibna waa la baxay baad al-fajr wa anaga soomaaray intan salaaddu la xin koor aw ama sirawu wuxuu yiri ee aaysha waxay tiri أنا مسعدة أنا فل كره فلها وهو منهبط منها صون وكصهوبتي طيب ما يحوي نبغوا كبحي مكوا كفلي أيضا نبغوا كسور دار دعيس نبغوا كبحي أيضا نبغوا كسور دار دعبي أو أنا مسعدة منها من مكة أن كبحي وهو منهبط منها أي عليها أو فيها أما صون وكصهوبتي قال يسعو حول متهبطة ومتهبط ماشى منهبطة هي منهبط هي مسعد لسويري أسوي إسحاق بن إبراهيم وشيخ مسلم مركو حديثك ورينا يي لفظك وحبو كبد لي الفاظ هريرة الشيخ والفاظ الزهير بن حرب وي لفظك إسحاق وعم أسوي متهبط أنا كسور كسور دادعي أما هو متهبط نبي هو كسور دادعي ماشي دادعها ماشي منهبط هي منهبط أوها وحدو بدل إيسا متهبط أيه متهبط أنت عم بدل واحد كلامها وإمام كه الله الفاظ أسوي مسلم كلا دوي وحدثناه السويد بن سعيد الهروي بحديث النوت تبيي عن علي بن مسفر القرشي عن لعم سليمان وذا دا اللغويين اسكو دبا اريغا حقرا يا حلقه وحليين محدثين تساس كوريان الف التانيث بكوريان لغهانا ولا لغا فيعان يحي وان عقرا وحلقا ليدادو لكن رج محققين واهل اللغه ايا يلي لبدو وي جيران ويدن كوس بخداي وين كان قول بينه او كره مركو احاديثه كو يمادو حفظي سنه أفوضي سنة انت ترى حقوق اللغة إيه بحضة وحانا متخصص في باب العربية واللغة وحن نص نصوص تكيمت هكود دق دقين حايا إلى وفوق كل ذي علم
علي سيدا سوي عن الأعمى سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله نبي قال أن الله بحن نلبي أنه التلبيسين يعني حجنين لا نذكر أن شيئين حجا ولا عمرة بمعنى نصق مطلقا سوني والنبي لذا لكن رواية كلا عضينا أيها الدواء وذلك السويد بن سعيدة وأن إمام جبل من حيث الديانة لكن حفظ قيسة فرب الوجو ذا مرك قاركود صادرت المسلم وطبعاتكم بوكوك أنا إيه إنه حجي سواير طاي وذا دنا ما بحجي سنن بيد هذان لا نذكر أن نقول شيء إن بن لبيك اللهم صورني لي أنصوح لنا وحجك النيوم بوبا هاي عمره النيو بوبا أنت هاي شرط ما إن لا شيء حجي عمره بوذا تكقاتين رجاء لا نذكر حجا ولا عمر أنا عمري حج منا أن شيء إن بن صو سو حجني وساق الحديثة حديث كيبو كحي نك الله يداه ايه منصور مية عفوا نك الله يداه أعمش من ربا أعمش وساق الحديث عم حديث كيبو كحي عن إبراهيم النخعي بكوري بمعنى حديث منصور المعتمر ساس كوري لفظ كان مركة قل لها الدري يداه حجك ومبان اللف النية الوها الله وحبان النية قلبي أي الدليل شذا لكن وين صوم الرواية كبضن كود إن يسحبه كلب حين إن حج صوحي أو لبدل ليلي أو فسخه عمره وبدل مركه ودم بيسي كدي من حجك ودم بيو مالك سيدي هذا حج لبال لحجي إيو نمن قارنين أهايو حول السوك حيو عمره يس كل ماني حج أو نبيكو يا صحابة حيو قعنتو حكو هاي أو بدناي مركا صحابة بدن كدو حكو حجيين متمتعين بيكو حجيين ضد يرنا قارنين بي أهايين وح مفردها ومالك حجيين مجرين حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن غندر غندرنا ومحمد جعفر الهذلي قال ابن المثنى إن بضم بوشا كلا سسارا مسلم واتقانان حدثنا محمد جعفر بويلوه وسو غندر بمردهن حدثنا شعبة الحجاج عن الحكم بن عتيبة الفقيه الكندي عن علي بن حسين زين العابدين إنك الأورنجري أهل بيت الرسول الله وهي علي بن حسين ابن علي وهي ابن أبي طالب وهي عن ذكوان مولى عائشة ذكوان من أبي عمرو المدني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وحيت جري لكن مولاه ذا مركة غار كنت جنجري ومصحف كنت جنجري أذكرنا إنسان تراوح ذوق لأم رمضان كقيام الليل قيام كي سمركي عائشة وتجنج تكتب قرآن قاتو كأخري جري مكأيدو كيستاقة نكي وي أنها قالوا هيدا وحيت جري قدم رسول الله رسول كي إلهي باسوق لي قرمو سوق لي مكة لأربع مضينا أيضا أفر تكتي من الحجة بش عرف أي كتكتي أو خمس أما شن روايات كأفر بي أبدينيهين خلاف كأنه صوم الريبان وماشى كتشرة ابن حزم ويجري نبقى خميس بو صوبحي سقال برنا وسوس سعودي يوم الخروج نمركا ماشى كرهيبي يوم الخروج هدير لقى الريبانا سودا سوق قبانا نبقى حسو قليا مالين خميس أيو قليا مكو إذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الراجح أنا وحصوب حي السبتي تدوب بريب وسوس عدي سيد أنا أي صحابه الشيخين بانا صحانو أفر بش دي الحجو أفر أي صوغ لمركا ماين أحدا أما السبتي كبيك ميسا ورا عرق وحن قصور دفنا خميس بصوغ لي خميس مسوغ لين خميس بشاب بلطي خميس بشاب بلطي دي الحجو وحيدة لتمانين خميس طوى مرا ملا أيض معي إلي نبي استاغي عرفه جمع استاغ سوما بيش الصيال كي هذا الميل استاغتو بيش واحد كو دارتين دارتي نايل الخميسات او يمانك جمع النقود عاد بيش ما انت واثقال با تري وانا جمع حليده ها خميس بي دلتو كي خميس كي خميس واسديت مالك سغالادنا وا جمع اذا نبي جمع استاغي عرفه قرآن كان لغو سودجي اليوم أكملت آيدي ما إدو لسودجي بشو خميس بلاتي لكن نبي خميس مقالين مكي دحضي أغب بلاتي أفر بري مالك أفراد بمكاقل ومركا وحين قونا إسا هدي سيدي من قيم الأمرو سبتي إي أحد إي سنين إي تلاذي إي أربع شنتا بري وحي آيين سيدة تال خميس جمع سبتي إي أحدنا أحدنا وحصوه قالي مكو صوغ على وبشو أي أفرتاي أفرتان أوجي شن توسوس عدي سقال كان مال موت بوسوس على رأي ابن قيم المزيمسي الرجحين
إنك لابن حزم أصوه كبدل أنت أيو تيسو ويسبدل إيسا. طيب مددو مركة الضبي أهيد يسقال بي أهيد بقى الله يسكوها هي ابن حزم أصوه بحولي لح بريود القعداء إيو صدح أفر وحي نقون إيسا ذي الحجاك تمن بريو مكان نقوني تمن بريو بين نقوني نبي يقول مكة وحوج وواجز مالك أيها ذا مركز وحجي تمن مال موت كلي هذو أفراد صوق علي صدح تمنا أنك أبى حمي قوي أو تمن مال موت مالك أحد يبصوق علي وذي الحجة أي أفرت هاي هبين كافر يتمنا ذي الحجنا نبي يقول أكبر حمي مكة مركز وتمن مال موت تمن مالمود أما سقال هبين مية مسوا تمن هبين هبين كنت مناضب بحي سقال أدو تمن كبروا تمن كبروا من أقوم كتشوك لأربع مضينا من ذي الحجة إذا أفر الحجة كتك أو خمسة أما شن وشكر راوي أفر راجحة وين صونا ونون دونتا فدخل علي أنا يسوع قالي وهو غضبان أسوع عريسا فقلت وحان نبي الله من أغضبك يا رسول الله رسولك الله يا كعريسي أدخله الله النار إله النار هجلي روحي كعريسي أنبياء الدين للظلم اللي وحد قد بام اللي كعريسي هو خطر وعقلوا ميشو كجو نينك النبي كعريسي أما الدين تكوحد قد با أما وحش رعادك لنا السماية إن الله باركر الله باركر إله النار هجلي أدخله الله النار قال النبي وحول عائشة محطة إلى ذا محكى عريسي محضول إلى ذا أو ما شعرتي موادا دريمين ودن أغين أني أنا أمرت الناس بأمر ضدك إن أنا وحفري أن كؤري عمر ديني حتك إن عمر أبدل حتك أطوح رتين كيني أن هدي ودن هأبدل عمره عمر ما كانت كحلا لو ذان مالك سديدات حدا حج حدا فإذا هم يترددون وبأيوه نغنقونها يوم مرميري سني ساس يلان إلي وأنا مرسان فعل آهان هاو شكو مرد قاقا هيا نين يدي نبي الله يلي مين نكو مجر نين يدي نبي الله مين يلي نكو مجر تربها دي كود قاقا واي نبي حكومي يترددون فعل كذا الحكومة هيا طيب ما أفقا يتكمق لي سوش ما أفقا يما يتكمق لي سوش ما أدات فما يزفل كتوصا هيا إنا وحس أدان أقلين ولقوقو حكومي قال حكم حورا سو كأنهم يترددون أحسب أسقى لفظه كأنهم يترددون فإذا هم يترددون يربى سو سيدو كم مقلي إنه هو بالأهان أشيغا أما مالأهان أشيغا حوري وحال مودا إني لفظه أهان مقلي يترددون وي مرمريسان أما وي لبا بقلين يعني. نبي حوري ولو أني استقبلت عائشة هدان ليس علا من أمر أرن كيغا مسجد برت وحان صور دافي حاجد هذا هذا بالله ما أنت اللي قد قلها ووحي أنسود دمري ليس علين لها ما سقط الهدية حول ما سوك حيا معي لجرن كيغا حتى أشتريه إلى أن إبسده ثم أحل ثم أحل وأن حلالو بلا كما حلو سوى حلالو بي حول نبي هذا ما أنت أو شيء سنغن لها وهذا حج بالله الأوران لها وحاوي يمي يلينو وحنغن لها متمتع سيد أيقو يلين بان يلي لها هذه مصر كحيين كدبنا ماشي نبان كيب سن لها يوم النحر نبان نيف ميلان تان كيب سدان تمطعي ديجي سيسك قور لها ما سقط الهدي حتى اشتريهم من مكة تو يوم مكة كيب سن زي يقول كيب سن هيا إلا نيو البديك بالغوية شنين كواين هذا صون يهولي سبا لقربة ثم أحلو أن حلالو بك ما حل ساء بان يلي لها يه ما يحوى أنو حيدي مانع با يغوقو مي مانع أي يغوقو مي التعليل بالمانع يستدعي قيام المقتضي قاعدة الأورنجل الأصول قد ما ماشي كتيرت نوحو تلمامي قرانك يتمتع وحافظ بضنب النبي قد تلمامي تمتع حافظ بضنب وسيد هذا تكون حجيدان هدي اللي وعي اللي يحكم أما شيء اللي وعي اللي يلا ساها دي سنشيري لهين ساسا يلي لها وحاد سنشيري لهين ساسا سمين لها وحاد بأبك باقي سا أو تصي سا سدا سا في عانه وحكود يدي سدا هوش كوجو تاج التعيل بالمانع وسوق الهدية يقتضي قيام المقتضي حكينا يا أما يستدعي قيام المقتضي
فضيبناشي تمتع إن يتعلق أو شرعيا سداتاي وإذا مرك يدا تمتع بوقف فضيبنا وحلا حجي قابل وحجي أياد دليل شدنا وأنا حديث حق وأنا معرب ظاهر وبنان كيا لو قليها قران كم مرينا نبي إلهي صدوق وحقدرتي أي حج وقف فضيبنا وقران كا أي ليهين حديث كانوا حكى جوابا يعني وقلب قبوي كن صحابتي سد أبضنيت دنيرتها إيه هدي كروي لون أبضناه النبي وحقو خلق عديمة إلهي كو أبو ري وقلب قبوي كن أيام وين حقيقة وحاوي وحافظ بدن قران كيلي حد وحدثنا وحكوا حديث كنوت تبيي عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبي ومعاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة الحجاج عن الحكم بن عتيبة الفقيه سمع وحوم مغلي حكم علي بن الحسين بن مغلي وهذا الرواية دم الصمع بكجرة حكم عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى قالت قدم النبي لأربع نبي قام مكسوق قال أفر أو أو خمس شن أو مضينا تجي من الحج عرفكت تجي فذكر وحوش بمثل حديث غندر بوشيغي معاذ بن معاذ العنبريوي ولم يذكر موسى شيغا معاذ الشك من الحكم في قوله يترددون شك كأنهم يترددون أحسب شك روغا موسى شيغا وذات كمعاذ في الرواية عن شعبة هوشا ليمت غندر عن شعبة عن الحكم وحدثنا محمد بن حاتم ميمون حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا وهيب بن خالد الباهلي حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي أبي طاووس بن كيسان اليماني من أجل أصحاب ابن عباس بالغترية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة هي عمرة الصوحرة الطي وباللوغه ابتداء عمرة كالسعون وأنا قصوا مرين لسكو خلافي وهي عائشة محاج مفرد الصوحرة الطي وعمر أبدا الليلة مس عمر يسوع رضيو مركي ليكو كل دعوة عمر ده ميستري وإذا اللي يحيو بدشة حج شذا سنة راجحة وأنا قصون بالرواية فربنا أنها أهلت وحي صوحرة بعمرة بين صوحرتي فقدمت ويسوق ما كيسوق شو ولم تطف بالبيت بيت كان ماينا كل ضوافين حتى حاضت فنسكت المناسك كلها إذا تقديم التأخير بكجرة عمر يسوع رضي فقدمت ولم تطف في البيت لماذا حتى حاضت حين حاضت بالله قوض مرك يديك هالشيء أي كدوافي ويدي كعبدا فنسكت المناسك كلها أعماش ودن بين لاتمت وحان كان هين طوافك يسعي كدنبي وقد أهلت بالحج مرك دمنا حج بحرتي فقال لها النبي يوم النفر مالك لبحها يي أفر صدح التمنض حكويلي يسعك وحاك الضيقة طوافك طوافك هذه حجك أي وحك الضيقة لحجك وعمرتك وعمرتك عمرة هذه حجك هذه وحاك غفلا طوافك حجك طولتهم مالك حلال وذي عفوا مالك طاهر نقط يوم النحر صمدا لئمن طوافك حجك طواف الإفاضاء يسعي سلما منها كاساك وغفلا هل كطواف أيا وضلقي حجك هذه عمرة هذه اسفنق علي إذن حديثك الحديلوي هاي علماء قبة قفك قارنك لقام الربوح عن كائن هل سعي يا هل طواف سعي واحد لحجه وعمرته وطواف واحد لحجه وعمرته بالغ الربا هل كطواف فأود عاية عمري حج هل كطواف فأود عاية هل كصعي فأود عاية عمري حج ودع عاية فأبد واديد حيث نبع اللهم مي هنقى مي إلهي نبي الله هوين كذا كل سعود مذول بعمرة مذح برنان ويكحل على ذي يحج مذح برنان ويهدي كب حسي يي لط يي وطا أنا وكل جي حج بالله إيمت هوش أنا سكوك يقبان يسوع هوين كذا ويجو ويجو ما جهيا وديد فأبد وهو يد ويديد هوش أيضا فبعث بها حول الدري فبعث بها يد ابو درع عفوا مع عبد الرحمن ابن ابي بكر بن الله الدري الى التنعيم اد بوري فاعتمرت وهي سو عمريستي بعد الحج حج بدي بي سو عمريستي وانا من منكرات ومن الكبائر والفجور عند العرب في الجاهليه
من أقلين أشهر الحج إن العمر يستو ممنوع بأكتوذة كأهي عندما سأمر ابن عباس إن أرنجري وحيدي يجري إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر سجع برهادنية وحيدي إذا عفى الوبر أورت اللقصة والصفراء اللقصة حاجيي مركي انتي بوكسوتو ايتمه يبارك الله بحان بوقتي يبحثنتنا اي بوكسوتو بيش سفرنا اي دالاتو فقد حلت العمرة لمن اعتمر انت كون ريزانا دم بيجرمو يقبي اشهر الحج حقيقة كل ما هذا اشهر الحج وشوال صنفر يا سيداتالي عرفو لباتن كذا اللو بدنيا الى لباتن كذا وذن حين بيش الانباء مركي الى اي دماتو صدح البلود حج باي دمادان بشي محرنا اينا اي دماتو واشهر الحرم كجرت افرتها كجرتي او بيش السفر دلاتو عمره ممنوع بيدي جري اذا عفى الوبر وبرا الدبر ودخل سفر فقد حلت العمره لمن اعتمر بأورنجري واد كو اجتاي وقف رضا وريبيسا اما 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 وصلي اما وقف محي لي ومقصود سجعي مقصود كاها عند العرب تيبو نبيو باب إنيا صحابتي سو حجي حج صوحد وحور فسخ وبدلا عمره وبدلا كديبنا بعد العمرة حجية وفي حج وتوي كي كل حج وذنا أشهر الحج حج بصو عمره يستو عمره صوحد وعايشة كمتا قرشي وقريشي دوران يدين تودي وهوشان كساب سنيد ينبغو باب إنيا يباب إنيا وانيقو صومر رأي في سنة أبو داود كن سقال بقول سيديتني يتطوب الرقم كا حديث بن عباس بسند صحيح كآخرية إلهي بان كل أرتي وحيو النبي محمد عائشة موسى نورن صو عمر يسو بعد الحج إلا ليقطع أمر هذا القوم من قريش ومن دان بدينها نبي عائشة وحيو عمر وغفة صحيح ما كسبر سيري صصبيو مصير ترماء هي وحنا كوبا بيني عقيده جاهليه وراسخ وقرش امن سنيد واي بلا حج كلام عمر يسنكرو عمر مدح بنان يمد حج كهر رئيس يمد كو دحجيرتا يمد كدنبس من دو ممنوع الى لغا نقدو سفركي او اورت باركي لبخو دوركو اي لبخدو او بوقتي بخدنتو بوكسو اي ماشي مرحي اي دولكو مرحي او بوكسودو او سفرنا دلاتو او لغا بخو أشهر الحج سكدة يا أي لقد ماضوا أشهر الحرم لقد ماضوا تيبوا النبي قب بابنا يا بور عائشة وشيد عمر ما هاي محلو قب بابنا يي وحكى الإسكاب الداي يعني أنا جا أهل كي أحب الناس إلي يا ذهوش هذا أركيس إن الجريمية كبيرة هاي يا لقب بابنا تانج لقى قد جاية ابن عباس بقول نعطي ولا مخالف له من الصحابة أخرية حديث كاس الأمر كان وين زيادته ميان الدين شيخ ماشو سنة كجيرو ورعداد وحدثني عفوا حق المري وحدثني حسن بن علي الحلواني أبو محمد الهلال الهذلي وأن أصل كيسي بصري أها واجد دمنا مكي أها إن بدأ من الصومر وذاك ما لو ذاك الله ينوي إيه لا تكفيرني زو ما قرني سان إيه أنا أقول إنك القرآن كوا مخلوق يرى هذا وأن تكفيرني لكن إنك هذا القرآن وكلام الله وإنت أنا كو إستاجة وأن مخلوقنا لهن غير مخلوقنا أن أرنن وأن كجوك سنة ما قال يسيني وذلك أبو سلم الشوكي يقول من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر وذلك كو يجوي إن كان حسن علي الحلواني يا هرمان صومر صوم هاي خير حدثنا زيد بن حباب العكلي حدثني ابراهيم النافع المخزومي حدثني عبد الله بن مجيح الثقفي عن مجاهد بن جبر عن عائشه رضي الله تعالى عنها مشان مكه لو حكو جرت بحثي اسناد اكو جرو مجاهد بن جبر المكي واذا دو حيدهن لم يسمع من عائشه امنا عائشه مجاهد حكم ما قال واذا دا يدي محمد مسلم مركع عائشة هوشاس مجاهد حديثك هو كينا يا سوى حجي سنة مطابعات بها كو كينا وحلقك جوابي طريقة البخاري مسلم بس بما هي طريقة البخاري مسلم وحاوي
هدي الشيخ يا أردي يوسو أي تعاصران ويسكو حليه يسكو وقتي يسكو الزمن التعاصر حقنا يدعي كرتين كلمان وحكالقاتا دليل عضو صدحاتنا أن له إنه تصها يلا وضعان شيخ يا أردين زوجار أما حو أيسا كلام مقل أين كل ما أن له لن نيكا وحلقو حنباريا حديد كيسي على السمع والاتصال صدح شردي مقدمة أن قصوا مري شيخ يا أرد يقول سيد عايشي مجاهد وأين يحل السوقار اسكو زمن يسوى وقته عايشي مجاهدنا وإسوقار ريح جاز بإجلاء هاي مدينة مكابة انتو واسكون مري علوم بضمو كلا كل مي صحابة يدا كدا اير بولا كل مي كو كوا وينو كدا وينو حبو كوريا مركة تعاصر واجرة إنا يكل مين ويسو يمادين وحكال مغلين ويدعي كرتا دليل مدح بنان وتصها مجاهد انو سن عايشة ولي لا كل من وحنا نوصن كم مقال الله مهي التعاصر وإمكان اللقاء والسماع وعدم الدليل على انتفاء السماع على الله ما هي صدق هذا الدين اللي له وذات كن اسم مدلس اهين شهر دقاك لوالسكو هايستاي بخاري مسلم مران حديث كأنه يهم موصول متصل انت ورطوا مدلبات مسلم مجاهد انت بسك مكة بسنة يوحوه با انه مجاهد عايش وحكم مقلي وحينو امان دونا حديث كي أم أنصومر عفو أنصومر ريب وأنصومر ري وحول المجاهد دخلت أنا وعروة بن زبير على عائشة بانو قال لي عروة بن زبير هي أنيقة أيام مسجد كقال لي مسجد النبي بان تقني مركزنا لكم عبد الله بن عمر وفرديو حجة عائشة أدو لها الله يهو يدي مركزنا مقليب عائشة ويسي سنة يسو رميان يسا عبد الله بن عمر وحول هو موادن أركي إن قليها أمن كان برق كسات ضحات تكن هي ما لها دش مركز هي كهذا شيء مثل هذا سات الضحى سات برق النبي يقول تكن جنس حديثه إنه صومر إذن محاولك أكو عضادي أن مجاهد سمع من عائشة ولقيها ولقلم في المسجد النبوي في حجرتها تاسوا مدة لبات نسائي لو بقول لباتني إلا حديث كأ حديث سنة عكوري مجاهد لحدثتني عائشة حدثتني عائشة مركة وركة مجاهد وعبك ممقل عائشة وورآن سقنين حديث مركة ومتصل تاوى انت سنكتغي أنها وين حاضت بسرف ديكوها شيء فتطهرت بعرفة عرفة طاهر نقطي صوابكنا وحاوي يوم النحر بي طاهر نقطي يوم السبت رواية كساسي عرفة وحين نقونا يعني وحين نقول إذا مالك السجالات طيب طبنات بين هويين ظاهر نقطي هذه دون هذا هبينكم مزدلفة طبنات باللوجة ذا فقال لها رسول الله رسولك يحكي لي يجزي عنك وحكاك ذي يجزي عنك ضوافك وحكاك ذي بالسبب والمروة عن حجك وعمرتك ضوافك أضواف تمحك وضع النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب والمروة صعي أنك سوشيك ذي صعيق بين صفا والمر يؤيه طوافهم بالبيت وطواف بؤيه قال أن سلف كوي صحابه وأسكم لها دوان نقش يجزي عنك طوافك بالصفا أي سعيك بالصفا والمر وأتكو أرديسي عن حجك وعمرتك عمرة هذه هي حجك هذه بك أغفل أن يهي هل كم حاكو عط إن عائشة إن غطي قارنة سوكم عدو نوم حولي سعي بين السبا والمروة أضمانك التبنات آت ميسي يوم النحر يوم حكوك فلن ياهي عمرة هذه هي حج كاذب حكوك فلن ياه أولي عمرة هذه ميسن بوريني ويلا ليت وحين نحق الشيء حج كاذي قارنة ثبتش رأيك مركز جمهورتي أحمد يا شافعي أصحاب الحديث بوحو جنة وحنا ردنا رأيك حنفية أورانا يي عمرة عايشة وي برتي ومر هذه طواف نسورة قلواي سعي نسورة قلواي وي دماطي كدبنا خويدا وحي حجدي حج كلي يؤم متحانو مفرد دي آهيت لمنك أرانا يي أيو حديث كوردني وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن حارث الوجيمي حدثنا قرة بن خالد السدوسي قال حدثنا عبد الحميد ابن جبير بن شيبة حدثنا صفية بنت شيبة
قال له وحيت صفية قالت عائشة قال يا رسول الله رسولك إله يو أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر واحد بأجر نبي الله ضدكم وحيل الله بنيان لبا أجر ومحي حج مدح بناني عمر مدح بنان بك ودا لبا أجر وأرجع بأجر واحد من الله أنا ونهار أجر حج من الله بنيا. فأمر عبد الرحمن بن نبي قفري بن أبي بكر أن ينطلق بها إنه لدق عائشة إلى الطعم لا هذا قالت وحيتري فأردفني خلفه قداش سويفن قليه رتقب إساري على جمل له رتوب لها عبد الرحمن قال وحيتري فجعلت بحان قذق لمركان تدك كفق عني أرفعون أنكر وقضي خماري هكوك تيدي أحسر أن كف يديه عن عنق دون تيد دون تان كب نساز دانس كجر رقيب عن قرب صارت إسكا قاد دون تي يا هور كي كل الكبار إسكا قاد فيضربوا وحو قراع يا رجلي لقت يدو كل كل فنا يا بعلة الراحلة أسقوا إسكا دقيين ورتجا قراع هاي بعلة الراحلة بسبب الراحلة إلا هنا وسبب مركي دون تبرنا يسيح وكل فنا يا لقت يدي ماشي ساري أيو أش لا هذا يا سو إسكندر هاي رتيع إنه قراعة يسوع الصعدة أيام نبش فك حدا هاي قري ويسيد ده جواب تذاك قرنيسة نمام وذا داس خلط أوف السري سدا سوحة أوف السري وذا تكلون جري صاحب التحريك قوام السنة شرح يسمى مسلم ساس أوف السري صاحب النهاية ساس أوف السري صاحب اللسان الميزان اللسان العرب وحكسه الرئي عبد الغافر الفارسي كتاب المفهم لصحيح مسلم غريب كحاكم أرضي ساعة ومتقدمة سلاس وكفة زي ما قاضي عياضي قرطبي أي مراني أبي لم يذكع وخطأ وحوي إنه أشعى إذا طوص أقوله في تديدة يا رتقة وحقوله فنبو إسكاد يقولون الدريزين يا جوجو ويهوش عياضة قال وحيدري فيضرب رجلي لقطة كل فنا يا أشا بعلة الراحلة أي بسبب الراحلة جديدك أسوق سكدك يا إنه سبب كيس أشا أصو طورة أما قعدت أقرا رواية دارس وحيد فتناولني بشيء ميدي فتناولني بشيء ميدي قل يا وحيد عدا مركو قراعي لقطة سي لقطة سكدة وهذه يوصى يقصر لها يا ما وقعدت وش شابوك كتب قوتي فتناولني بشيء من يده حيول الله عي وعقعنت قوة الله عيشة قلت له حنقول عبد الرحمن ومحديد لي وهل ترى من أحد موحرق أجانبه نسكع الصورة دركتها صعدوا محرم كي قمتي دون تيد محارب وكجر ما شو واحد له قال ذو حيت له يدين فأهلت بعمرة من قصوح داي تنعيم من قصوح داي أصلا دواء غيور ومصير ولا شنا يا ولا شيء هنا يدون طبنا يسود ديدين سأسأل قربه ما قد ولي بهدوين وقعب سنة هاي وش توس بالس وقول فرايا مركا يدا ثم أقبلنا وانسوقا باللي بيقولوا وحانسوقا باللي نبي محمد حق يسيبا نسوقا عندما كان عمر دي أنسوق حتى انتهينا إلى رسول الله رسول كلا إلى أنكسو أنسوق قارني وهو بالحسبة تأسوق بعد المحسب جوغة عمر دي سوقا ما يستطيك دمنا النبي كيلب الله ماي نبي حق يسي سوقا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي الجمحي أخبره حأور رمي عمرو بن أوس الثقفي أخبرني عبد الرحمن أبو بكر أن النبي رواية كستي متابعة كستي فإذا بأكجر تأمى السنة كأول الله بانيسة أما مطن كأول الله بانيسة أما الله بوضو بأيكوة الجراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحب أمري أن يردف عائشة عائشة فنقليه فيعمرها وكسو عمري سيو من التنعيم ماشاء الله إذا ضد بقى تقنى حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح بن هاجر المصري جميعا عن الليث بن سعد عن قال قتيبة في روايته حدثنا الليث بن سعد بأسقوه عن أبي الزبير عن جابر أنه قال وحول جابر أقبلنا مهلين حديثك عائشة ديرا رواية كي سوردان وصوردان ماضي هذا وحب الله بدونا حديث جابر وأصغنا آدي آت قضية عائشة أشرح دونا مركا أصغنا أن راعنا إن شاء الله تعالى مركا أصغن أن إسراعنا وهي أحكام مركا لبدا حديث كجرتا وآدو فربضا
أقبلنا مهلين أقبلنا وأن سوقا بلن سوجهي سنة مدينة كسوجهي سنة ما كانوا سوقا بل مهلين أنه واحد صوحرنا مع رسول النبي لبقي الأهل جيران كيسا بحج مفرد مفرد عفوا بحج بحج مفرد حج لكونية لو عمر الله قدر تري بان لسو قابل ما كان لسو أني أما أن صوحرنا يكوضا صحابة بلقيت إذو إسشيق دونتا وأقبلت وأقبل عائشة عفو جابر بان الله يعفو وأقبل عائشة عائشة وحي لصوقا بشيد الله تمت بعمرة جابر وكو عدي عائشة وحي صوحرة عمرة كليجيت ومضك لنا وحن صوحرنا حج نبي محمد يو صحابة كدو هديك ودينا قران حتى إذا كنا بصرفة مركان مرن ماشي صرف ليلة عركت أي حاضت ليك بهش عائشة والعروك الحيض حتى إذا قدمنا إلى أن سوق اللي مركان سوق اللي ضفنا بالكعبة كعبة أن قد وافني والصفا والمروة مروان وان كس أردني فأمان رسول الله رسول الله حنا فري مركان كعبة أن قد وافني أن بين الصفا والمروة أن رعليني أي حل منا إنه حلال أبو فري نبيكو من لم يكن معه هدي نكان كان حول ودي ني كان حول سوق حين ها حلال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول السحاب فقلنا وحان كنا نبي قال نبي الله حل ماذا أي حل من ماذا محان كحلال أبي نبي الله حلال أبو تسيقي سمعوها حجبا وذني حج وحول ماذا يوم النحر إيو أيام متشق بسيطاق ماذا ما أنت حلال أبو نبي الله محان تقوض حل ماذا أي حل عن ماذا قال نبي حجري الحل كله وحلال لما يسترن حلال نبي أتسيقي سمحوني ميات قوب ميات رادين سيد لما يستمد حلال بيسان عمر إذا ضمين سنع ماشي دي والحلال بيسان والقبيسان يسان والفرر يسان إن هذا مدينة دحجوك سدو رقم لها وضو رقم يسان حول السحابي هو وقعنا النساء دمر كبان أقل موني وتطيبنا بالطيب أذو كبان اسمرينا يا برفونك يا عذر كي وإحنا لو دي دي بان سكود مغني ولبسنا ثيابنا عذر كي لسود دي دي يا طلع شاركي قميسي بان حراني وليس بين وبين عرفة أنك عرفة استاقي النوم الدحي إلا أربع ليال أفرهبي أفرهبي بانو دحيس عرفة استاقي دي وصاد دي إلا مالك وحيسوك قالين أفراد عرفنا ومالك سقالات هدي مركة أفرتهبي بانك حيك تعرف ثم أهللنا بالحج وحج بان حراني يوم التروية تفصيل كجابر وار توك على قادم سلطة مالك سددات يوم التروية أيان حج حراني ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة نبي أقل مشى تقديم بكجر تأخير بكجر هو شويه الرئيس عائشة نبي أقل فوجدها تبكي إن دور قلوا إذا والله بعد مالك ورودي كود على وايد إذا دعي كرتة مالك دمتك حلال به أيه ضاف إكروي وصعي إكروي إذا وادعي كرتة الله بدو اسم دي هي فوجدها تبكي فقال ما شأنك محاك علي قال شأني أني قد حدت حالكي وحاولنا أن ديكي قدعي وقد حل الناس وتذكر وحلال بين تنظر مركا إن الدم بيساد مقنس ولم أحل الأنونا كما ما يرنين وكما بحن عمل كعمرضه ولم أطف في البيت كعبادك ما ضواف والناس وتذكر يذهبون إلى الحج الآن تذكر حجك بهد هذا هيانو بربوا وابحيا بريد دنبابا شيء كله باللوجي هذا فقال نبي حري إن هذا أرنغن كذا أمر ويكتبه الله على بنات آدم وأرنغ إلى أكو خلقي قبلها النبي آدم هو عادي بحالي يدقن ويضمر كورنبا كلاقة بقناس كقدقين فاغتسلي قبيسو هذا قبيسو أضو ديك هذا قبا ثم أهلي بالحج حج حرام ما لك سديدات ففعل ضوية شهوية سيدة بي شيء وقفت المواقف ما اللي استقل هذا نبي تكتن من مالك تكتي هبينك ببردي أرد نبي ككل هذي عرف آدي مالك نبي عرف جوكتي ويصون نقطي مزدلف ببردي مالك تمنى يوم النحر يديك كقاي مواقف تواسدة مواقف منا يحوي مزدلف يعرف الوجه حتى إذا طهرت طهرت نوال الآخر هذا وال لقدر وانا لقرديك كرلو وانا أفصح شيء قال حتى إذا طهرت مكي ظاهر نقطه يدو ديك كقاي أي قبيستي طافت بالكعبة كعبة كده وافتي والصفا والمروة ويصعدتي ثم قال نبي حوري قد حللت والحلال وذي من حجك وعمرتك جميعا سوى تجرة عمرتها هذه حجك هذه
سيد وجيرات أغا حلالة الله سعب محايا إلي مالنك آد تنت أقدم بيس آد قويسي حج عمر وارد ما دين وضافنا الله تمت. قال يا رسول الله إني أجد في نفسي سمارة عائشة إني أجد في نفسي نبي النفطي وحان كيه لها إياه ويقول تاغن أني لم أطف بالبيت حين حججت مركان سوى حجي أن أسوى قستي عملك عمرها إن مكائمت إن أنا طوافين با يقول تاغن أمضنا وطوافت دورت والله وطواف وحانا إذا كأهي لا سعات 100,000 أصحاب سير معي شيء قد ترضى أويري شيء بقول كن بمالك أنا بقول سوى حجي بقول كن أو مسلمين لمن بقول إلى باطن يأفر كن بشيء بقول لباطني أفر كن بيشيغين ويودا قارك الشيغين إنو ياي عدد كلمات القرآن كلمات القرآن كو بقول لباطني أفر كن ويهيب الله الشيغا بقول لباطني أفر كن والنبي إلا صوت درين حديثك أبي ذري أبي ماما الشيغي ألمهم سيدنا النقوطي ضدك آتك أبداً بقول كن روح مركو يميت أن بيتك إلهي خد وافن وحاك الجيرة عائش وهو وين وفلار كتاك ويدي إن الشيغتنا قرب يولاد وعيت النبي الله تاسع يقول تاغن قال وحور فذهب بها يا عبد الرحمن عبد الرحمن والله ثقات بالعايشه فاعمرها من التنعيم تنعيم كسر عمريسي وذلك اركان وحاول ليله الحصب هبين قد حجيف كي بطحاو مكه الله بري هي وادي المحصب قدمناها القاضي مدينه لوسي بحيلها وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم وحور حدثنا وقال عبد اخبرنا محمد بكر البرساني الازدي أخبر من جرج أفر ساطة مسلم رواية أبي الزبير عن جابر مسلم هو حجيسته لكن هذا مركو جابر حديث سيب باللابي من طريق أبي الزبير نكوريه وحكوب باللابي رقع وكوري أبي الزبير عن جابر رقع وحكوب باللابي ليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر ومن أصح الأسانة عند مسلم جماعة علماء نواشيقان كذب وحكو حجية متابعين وجرائدنا قوية من جرائدنا ومن أقوى الناس في الرواية عن أبي عن جابر كذبنا متابعان تبربضنين يقصد دحين دونا وهذا من دقة مسلم صغى سوشي مقدمة ده. باب كستا يحكم كستا وحنكو بالله دونا ركتي رعة كذبنا اللي سهل بان تبردك دونا تيبو وضع هذا أخبرنا أن جرائد عبد الملك أخبرنا أبو الزبير محمد مسلم تدرس المكي أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول دخل النبي نبي قال أصو قال على عائشة وهي تبكي فذكر ابن جريج وحوشي مركو حديثك أبو الزبير كقاضني بمثل حديث الليث إلى آخره إذن إحالة اللي هذا هذا قول ما قضايز وحديث ابن جريج لفظه سموه سنشيغ مسلم كل جيه فأحاله على لفظ الليث لفظه الليث بكو حولي طيب إلى آخره ولم يذكر موسى شيء ابن جريج ما قبل هذا من حديث الليث مهم جدا ابن جريج صوغ انت بليه كوكاب صدي انت بكوكاب صدي او نبي محمد بأصوغ العايشة اويسة مركز المحاكو هالي نبي الله كون اقول انت الدنب او عمره ذي يديق نبي كوكا الله عبد الرحمن الله انت ام بمجلس شيء حديثك قيبته هوري وحنا قصوا إن من مدينه نبي محمد ينصر عني أنه واحد صوحر عني عايشان عمره صوحر الطي هل كان حسابته هوري موسى شيء وينك اللي جاده ابن جريج قيبته ضم بحديثك وريا ولم يدخل ابن جريج موسى شيء ما قبل هذا أنت وحكه الريو من حديث الليث أه يا رجع صدق لبضيع العزيز الراعي وحدثنا أبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي نور الرمي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي أبينا وهشام عبد الله الدستوائي عن مطر ابن طهمان الوراء وأن إمام أحق ديانة ديسة إيو عدالة ديسة لكن حفظ ديسة حقوق وحفاظه وحسكوها فقصيين انضع في كجره انضع في كجره إلى حفظك أويري وصدوق كثير الخطأ وهل كأسوكو قبقبيهي وأن ينثقاء في دينه وإمامته وعدالته وفقه الله كعب صدق قيام بضانه ولي ورقه حلقه بحيي مصاحفته قري جري كتبت قرآن كا أيو فرقوري كو قري جري مركز صدق كسين جري ويقول بصرت شوك مصحف قادة أذين ضابع يسو ورشدوه إما طابعه لبجرين قعنبا لقو قري جري ورق ساسا لقو بحيي
لكن حق حفظي سوحاوي وصدوق سيء الحفظ بالغشيل صدر تذبق ذلك. عن أبي الزبير عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن عائشة في حجة النبي نبي حج كيسي وسوحجي أهلت بعمرة بصحرة تيبوري وساق الحديث أبو كحية مطر باكحيني حديثك بمعنى حديث الليث حديثك الليث وكلف دقي سبو كحيي وزاد مطر وحقدر حديثك في الحديث قال وحوري واكر وحقدر قال وحوري وكان رسول الله رسولك وحوها رجلا بها سهلا نقول نبي قلن ندبع سن وأمد أن حريص والله ضفن بها سهولة هذا لقاها الله وحق خلقه هي شمائشة وهي لكن مركا قال الله تقو أحدكو أدق بوها كي صحابه الشيخين أسلام كو قبان شري سلام اسكي قد يجري مركا غاوتكو هوش مكي إش. إذا حمي الله وطيس وفود اللي اسكي يعيشو ديكتو نبي قان كو قبان شري لكن هنا وامح وتعامل كي معاملة دمر كأي بشر كأي لقاها الله كان النبي حوى الرجل بها سهلا دبع سنة نقول بها دمر كو دبع سنة إذا هويت الشيء مركا وحج علاته ويقول قوات كيسو تعايشو أما أي كهشو شيء قاسون حمان أهين تابع على النبي وكل راعي جري نبي الله سيدان ربا نبي حفيرنا يا ما محمان با مايا شو شيء بنان ما أودين جري أودين جري ساسال لقار ربا مايا ييلي مايا مانتا دانفسحو ومانتا أنكم كان شرنسي بريبي لابكم كان ديه مركا وإن أو شاء الله ما بفعل طيب مالك هذا يسنا خير مالك هذا ودينا دم ما يأكل فلان دقال إيوه حلا اسمه شو ميال إذا هويت الشيء تابعها على إذا هوي أي أحبت وهي أحبت من الهوى مرة هذا يسنا تعايش ما حيش على شط هو يسكت له جسه يده وحيس كده جسي أنا وعمره ما الله ما إيمانين دمر كذا إيه مسلمين ولا عمره ما ذحبناني حج ما ذحبنان بيوتان ومدى بقول كون يكب ضانا كلي محيقة تكوري لما أنا وطاني أنا لما أنا ربا لبا موند بانا بي الله ربا لبا موند ومدى سيسايق الريب نبي كحول أرد فأرسلها ونبي قوادر عائش ومع عبد الرحمن بكر بوتري فأهلت بعمرة عمرة صحرة من التنعيم كصحرة قال مطر وحجيري قال أبو الزبير وحيد فكانت عائشة وحيهاي إذا حجت مركي سو حجده صنعت وحي سمين جرتي كما صنعت مع النبي الله مركي سو حج واجد ضنب النبي حجابتي خلافتي صحابتي ضنب أبو بكر عمر عثمان هذي ونحلي حجه واس كيرا وآد بحج يرين ومات المؤمنين نبي الله دردار مو يري حج الوضع وحكدم بيا حصو صفرنا صفر ديرهم مكاد السؤال يسأل حسوق قالينا مركا لكن ويحجي جرين ما نبضنين حجكوت خلافة سيدنا عمر بيحجيين تي عثمان بيمرحجيين ما بضنين وحما حرم بعضين مجرين طيب بلا محرم بيسو حجيين طيب كميدا بخاري بابا بيسا في صحيحي فكان عائشة وحي إذا حجد مركا يسو حجدو صنع عطو حي سمين جرتين كما صنع مع النبي الله رواية عن ضنبي ورواية عن سقنين محايا اللبع الله كجرتو وذلك مطر وحو خلافي لو حافظ ليث بن سعدي إيه ابن جريج عن أبي الزبير فذكر ما لم يذكراه بوشيغي تاسوا إلو أيه ولي ابنك لو حافظ صد حافظ أبي الزبير أساقا لا تفرده وشان أي ساقا وحكو الرعي وكم طبعين مجره تاوا قضب قضب كلبات أبو الزبير لم يسمع من عائشة أبو الزبير لم يسمع من عائشة مركز صادرتيت وذات كله نجد على الدين على صلاح الدين العلاي كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل مركوكها اللي سمعوا أبو الزبير عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نقضي ابن عباس ابن عمر أدلة لوكين وحكم مغلي أما أبو الزبير عن عائشة لم يثبت صادرتيت قال أبو الزبير وحيولي فكان عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت نبي الله مع النبي الله تنعيم بي مركة اتماد بكسو عمري سنجرتي هوش أيضا مركة مصق نو قصدا مركة قصها بسن عمرها تنعيم يهوش أن أوش يعلموا الإسلام وحيكا قبال يبحث يقاس لأن هذين دم أدب دقو
إلى قمن هذا أدم بالله ودرانية حديث كان وضنايا هبين تبان قصون قنايا مزوي حان هيا كسي داية ما هي دلتها هبين تبان هوش خلاصين إن شاء الله مسألة دي بدن آت لو قد قال لما وحي بركة أون دي كآت يا مالك أنا كوي استاجة باب كدنبا ورقة تنعيم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زيد بن حرب عفوا زهير معاوية عنده أبو خيثمة الجعفي قال حدثنا أبو الزبير لبضع علوم نسكوك هذا مطر ولا تفرض الفاداس إيو سمع أبو الزبير عن عائشة أن سقنانين ولذلك أيو مسلم رواية متابعا قدال أوكياني رجع أمدا وهر مريك صادرت أن كان مسلم دفاع وحيدهين إنك اللي إذا مسلم لم يحتج بالرواية أبو الزبير عن عائشة وإنما أتى بها في المتابعات لا في الأصول وولي أمركم روكو هرمري أي أوكيان اللي ينبها هدودون شدود كبة الماما يا مسلم أوصمي إياه معلم الإيمان وحور المسلم إذا جمع الطرق هدو حديك دو وقت أول جمعية يقدم أقواها يقدم الأقوى فالأقوى قيبت أضم بيسانا وحكرتك متابعات إيوه شواهد أنبو أوكيانا حدثنا عفوا أبو الزبير عن جابر قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة أخبرنا أبو خيثمة نكور أحمد بن يوسف حوري حدثنا زهير نك أنه حوري أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة وزهير كهروي إنما عيسى بن كشيعي إنكم يدي زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الجعفي عن أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله نبي قال إبن الله إحنا مهلين بالحج أنه حج صحرنا معنا وحنا لجري النساء الضمر والولدان عرور أولاد بنا لسعوتي انت انا وحي حجوتاي ورد على الحنفي ومن تابعهم او يري المها انتو يري هي صلاهها الامر هي وتكن هي ولو توبر هي وعرب يا ليل وي ماها صلاه اجر لو قور هي ما حج كاسو الحجسينا حج اجر لو قور ما هي وحج للرب انه برتو او هدو لا قبصدو او لو ليل هي او لو توبر هي عربين وي صلاة هذه لبرأي هذه ويسال لبرأي هؤلاء سودان والدك وحبرها يوم بأجر كهلي يا أصوغو مكلف ما وح لوقب المجر دبن اللوقر ما ثواب اللوقر ما طيب وحبابين يا حديثك هو يعني صوم مري إيمان الضونة أي قبضة النبي الله المها يركع درب الويل كبدة الله صوب النبي وكان حجم لهذا حج قال نعم ولك أجر حج وأصحايا أذونا أجربات كيليسا لكن وحن مرن لاين الماء يركي حجي أسوى قان قارن هذا مركو قان قارو وين هذا حجة الإسلام ولا قربة حج واجب كأها فرض كأها أركان الإسلام كل حجري كأقول بلا قربة وحد الله الله يو حج كان هذا أسوى يقول ليمن أجر مكيل مسمي وي رأي جمهور الصحابة والتابعين والسلف الصالح وها نعم حديث كان دليل بوئي هاي هذا عروطا حج أجر أن لقيه لين أيون حج كأسحين النبي قم سولو قوي مرد هنا وريب لها سبحانه صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة مكان مكة سوق الله طفنا بالبيت بان نقض وافنا وبالصفا والمروة نقض فقالنا رسول الله من لم يكن معه هدي من كان حوله وذين فليحللها حلال بمعنى عمرها قد قابصده حج انت انا قد نبي كدبنا هاي سكسو انت لقى قيارة هايو مانك حجك الله حران لها قلنا وحان نبع الله أي الحل حل قيت شيء سهد ما يقانان في أشهر الحج عمر اللي ما جريمة من الجرائم بأكتوضة كاهي مر بحجة دي اللي صوح حدنا إلى الله رميه لما لقام بحجين لقام حلاب بحجين قالنا بحل الحل كله بانو جاي حل ما يستران واد حلالو بيسمعنا واد كب حيسان هولي حاجيني ماذا وحول با إذين بنان وغارسي با إذين بنان ضمر كيني با إذين بنان دركي قصر قوية شركة محبنيسة إذين بنان مخيط كا وحا إذين بنان ديب كي يوحي إذقونا وحول بوقف حاجة مركو حاج حد اللو دي جرى وإذين فسعيا وحي معصية هانا هرامبا ممنوع بها قال حرس عفا أتينا النساء ضمر كبان نقطقنا ولبسنا الثياب دركي نلو دينا وانوحراني ومسسنا الطيبة أذوقي برفونك نوان إزمارين نواطابني فلما كان يوم الترويه
مالك سيدي مركو أهالي أهللنا بالحج مالك أسن حج حراني هذا بصام باديشان وكفانا وحن وفلا الطواف الأول طواف كهوري سعي بين سوى المروة أيان وفلا ذي بول طواف كهوري بين سوى المروة أيان وفلا ذي مدلبات ما ننسو علنين قال لي وام حي وسعيه سعيه بين سوى المروة نقفل هذا وين مالك عبراء لنبت يا كده ما نقفل هذا فأما الرسول صلى الله عليه وسلم وقليها ورنا متمتع وحقوا لي هي يوجد قوة طوافك يوجد قوة عفوا قارن كان كوضا وكفانا الطواف الأول بين سوى المروة مكوضا سعيه من كيف قال الله يا جابر قارن سوى هذا نينك او صعيق هوري وكف لنا يحاوي قارن كوي قارن كوضو ولي ما دم مركو صوغل انتو دواف القدوم سمايو سعى بين سوى المروة مالك الطبنات لغمر ربو سعي لغمر ربو دواف بس لغمر ربو سعي لغمر دوني معناه جابر كو عديني وكفانا وحنقول في أذان قارنين نهيو أصوات جابر قارن ما هي صحابة بكاغو ورما هي إلا أهلنا بالحج صحابة بان قد بكاغ الله وكفانا الطواف الأول طواف كوبات بان نقول أي سعي الأول هو بين سوى المروة ساس وكوكو قيدي طواف كوا لغار رب يوم يوم النحر طواف الإفاضة ولغار رب لكن سعي الله تمد عند القدوم أياك أغف الله نهي سعي قد بدي عجري طواف الإفاضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك إنا وذاقنا هديك إضاحيد مكلا قورعي في الإبل والبقر لودي يقول كل سبعة منا في بدنه تضبط الروح با هل نفو قيل إيش لك قورعني متمتع مع لقربة ديك مع لقربة قارن مع لقربة ديك تضبط قارنين وحيش لك قورعان كران نف قيل تضبط متمتعيننا نف قيل في بدنه لودنا وعلمت لود تطوي هل كان قشاء طيب مرك الله مري بابو الهدي الله مري قيلوا تطبو كف الله ذا لكن مرك الله مرة هاي أضحية إيو عقيق الله مرة هاي يو والقل والاسمان رافا نيف قيلوا طبان بكف الله ذا شنويل أما طبان قبل رد بلقى جورع يا دي الزراعين إيو والقل هذي الله مرة هاي لكن لودو أيضا طبعاً ما قاعد يتطبع يكون الرسالة إذا نفق جيلا ينفق لودو مسكيل ما لكن حجك أو شال فدوي عليه بدن باجرة وعليه كتب ريري هاي صفرير بالا صقر صحيح لما دوي أو شا لو يجيل محل قديم إسكوميت محاسكوميت لو قديم جاي أيوه جيل يتمدين هاي إنه عرب طبعاً بني لودو نا أكتولا حقوق وير وير ليدا لو ذكر لوس وقد وحلا سمي ما دام يكرق يسنت ما دام يكرق يسنت ولا ودهيلي كرو قيل لما وضع قرن كري وحاله لو حيود قنتا في الهدي وحيود قنتا في التبا يود قنتا هل كاسا نحريستو كجلتا ايو باري قنتال وحدث محمد حاتم الميمون قال حدث يحيى بن سعيد القطان عن ابن عبد الملك أخبرنا أبو الزبير عن جابر عبد الله الأنصاري قال أمر النبي نبي وحونا فري لما أحللنا مركان حلالولي أن نحرم إن أنحرن حج محن كحلالولي عمره محن حيرنا حج قرمة إذا توجهنا إلى منى منى إلى منى المكان منى أجهي سنه مكان كبحنا هذا مكان يسوع دوس مصي حراتا نين كحيدة اللوج كده كان كحيدة إيو نين مساعد كحرم كحيدة إيو نين بنان كورا كحيدة إيو نين مكو دقاق حيدة با ما كان من الله هذا ينبال حراني قال الحور فأهللنا وحانو كحرنا هدان صحابنا من الأبطح الدحدة وادي تقع بر ميشي دقنا يو ما أهم لا آدم ما هي صحابة بضن كود ميشي دقين ميقبوري أي مكاد بابي إبر لغر ديو لير بلاريي فرقي هي لاقي عيد مر كمشى يردح إذا قالها أوش العسن نسي تمح بدان الله يدبي صحابه بالدقين مشى الدقنايم بيك حرمدين منين هذه أظن اللوج كدقن تايب كقبيسن كان حرم كحرنا يسورض بحيس أما مر كنفقات أما بابو الرع أما اللوجي هذا كوتال منين وبلن من الأبطح أي من بطحاء مكة اللوج إذا وادي المحصب ونكون دقين هاي وحدثنا
عفوا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بكر البرساني أخبرنا جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول لم يطف النبي نبي مطواف ولا أصحابه يا صاحب ذي بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. دقيق جابر نك دقيق سن سو قرنت حجك النبي قال لمهري نيرو دلن يرو فهم بدن بو اه طيب نبي نسقونا اسكو خدناين ابي بغون او جلا و هو نبي محمد يا صاحب ذي ما يسطا ما ينسعين بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا وقارنين تبوجد أبو بكر وعمر وصحابتي لمتك اه معي طواف القدوم بين لي مادين وسعوا بين الصفا والمروة سعي قاسا كقفلا سعي دعي لها يوم النحر بعد طواف الإفاضة إما الله ما يسفان وحقال له مجد ولا أصحاب بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا أي إلا سعيا واحدا هل سعي بين لي مادين زاد وحكر لي في حديث محمد بكر وحكو الدري نك عبد الحميد اللي يداد طوافه الأول براسه لم يطف النبي ولا أصحاب بين الصفا والمروة إلا طواف عد مشهد إلا طوافه الأول طواف كسور مبين وجده صعيق هوري باب كوان قاري كرا مع عقله عقله مياه بلالك حديث عن قدره. وحدثنا محمد حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك قال اخبرني عطاء حديث ابو الزبير بدك سوريقيه ابو الزبير بسوودي هذا وريق جابرو تابعك لوحدك قاضي اخبرني عطاء بن رباح ابن جريج ومن اثبت الناس في عطاء قال وحوري عطاء سمعت جابر عبد الله الانصاري يقول صوله يا مغلب في ناس كانوا معي في ناس ضد لحظوا كانوا معي إلى السعودية عطاء وحولي مركان وحكم مغلها كل ما هين أردك لا إلى تشوك تيب وكوضة عطاء سمعت جابر ابن عبد الله بن مغلي في ناس معي أي في ناس كانوا معي أرضى إلى قاتل وإلى تشوك تابعين كلا قال جابر وحولي أهلنا أصحاب محمد وأن صوحي لنا حجك أصحاب محمد أنا أضاننا أصحاب النبي محمد وتقسيس بلغو كردبي بالحج بأن صوحي لنا خالصا وحده سوى المتحن وسافي وحلغ طرعين يعني حج صحرا قال عطاء وحيري قال جابر فقدم النبي نبي قال صوغ لي مكة سبح رابعة يا صبح رابعة صاد كان له صدقه يقول له قذب والله أخرية لبضوا والله حركية أنا قال صبح إقران صبح أنا رد بيقول لك أنت في الهياء أرورتي أفراد ومضد من ذي الحجة أرورتي أفراد ذي الحجة أيان صوغ الله يبوره ومركة أحد أما السبتي طيب على خلاف فأمر وحونا في النبي أن حلينا حلالونه قال عطا وحور قال جابر قال نبي وحور حلوا وأصيبوا النساء حلالوبة دمكين أتقوا بركيستا قال عطا وحور ولم يعزم عليهم عطا ولم يعزم عليهم كما واجبين دمرك إن لو تقوم قال لحاله واجب ما وأنني دماعي قدرين كيف يقول عرنته واجب ما يعني لو قضن فقه الظاهرية الجامد يعني بيقول عطاء ولم يعزم كما واجب إن عليهم على الصحابة إتيان النساء ولكن سيشاء حلهن لهم وبنيون وحي الذي كحرم حجك حجك عمره واضم ميساني إحرامك وحوي وإذين فصحي اللوجه ذا فقلنا وحاولنا لبريدان جابر لما لم يكن بين وبين عرفان نبي قبي حوه وشي قوان كي أسيي بي كالله يا صحابة تعليق لما قلت لم يكن أصنهم بيننا أنك أنت كده حيسي وبين عرف أصن نودح إلا خمس شن مع الموضوع إن بقي عرف شن ما نجي حكته أمرنا نبي حون نفري أن نفضي إنا نقل مونون قاعدون نتقن إلى نسائنا دمر كان نجي هوشان أيو مركة حوار كان نيسن في عينين بيوارك في الجاهلية هذا لكن شرع بايمد والإس بدلي وفنأتي آن تقنو عرفت آن تقنو تقطر أيضا يقوب أوليضا يدأيسو مذاكيرون حبن كانت ترنك المنية يمينك صعود يعني وحي سودة وين أيان سدح برأفر بيركور أضوح أسلان تبتك يدنا ما عرف إستاك هذا ذكر كذي حبن كذي ودلق لين هاي وإلمين هاي ما في عناي دي وركوات فاندما يجي ذات يعني وين لك لفقي لين هوشا
عرفه ما كان استاجيسو إسلام يب العوانين يكودن بيسوهر وركاسي وذان. قال عطاء وحيري يقول جابر وركان ذنب فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المنية وحكودا. يقول جابر أي شر قال أو فعل أما إشارة ويتمادا. يقول جابر بيده قعنت سكت المايوري يعني ذكر كانه ودأه وقت الماء فرت وقت الماء محبين كتر كان مركو أرض جا حد كزيني طرور وحركيني سادة أرض جا حلو عضيال الربا أولا مرك أرجو أفكار لقول فنكرن قعنا لقول الماء مكرين بعد كوكس بنانا إذا ما دام صعب المرء الزمان ريا. يقول جابر بيدي قاعد نسوي حكسمي كأني وحد مدادان عطائي أنظر إن أجي إلى قوله أي إلى فعلي وإشارتي بيدي قاعد نسوي كل إشارة يحبين كتر كا يحركوا أسوأ قعنت الأغاتيني حين ترنكا من كسعته أيو قعنتي سفريسي جابر قلت المامي وقلت المامي أردك سئها عطاء وحين سود وين يا قال ماذي وحين نبي قلت كده وين بقولي هاي عرفة استاجي دي والحج عرفة قاب في أقوى صديم بروين وقلت المامي سحابك حكم كسب بنا صلى الله عليه وسلم يعني هو حلق التشريع والدقيه وحابنا أحكامته النبي أمر كيس مركا قال أب كوبنا إن هذا ذوق أت وح كلق من أما أت تعيل كذا أت إلى عدو تشريعه مركا أيضا إن لصوب النبي الله وسيدا مية سامي نضان أنا كور رما نسخ بجرة أحكامته لبدلية يمحو الله ما يشاء ويثبت ويفريد بعدما تم الشرع لكن نك إن إنك كيان حكم كشرع جه أنا ونوحان إن إنك كيرنا إسلام نمديس. قال يحور فقام النبي فينا إما سحقون بالنبي أنتو صحابه أشياء أي طلب بحين كب بحين كدمنا إلهي أبدل سبحانه وتعالى وحاك لدون عهد التشريعي بعد انقطاع التشريع وكال دون نبي محمد بعد أحنا كجوكس مركي إيضا أي سوق أي بشرة أي صحابه نبي مقلي لا استاقى خطب نبي وحور فقال نبي وحور قد علمتم مسلمين وادوقاتين وحاذ اكتهين يقين اكتهين أني أنوغو أتقاكم لله ما أنا رد يقول هالقبصان يسوي إليه ذيهين أنه حبن كأنه قيان يهيميان عرف إستاقينا ميدنك ألا يقدو ما أنا الله إذن كأقان مسيدنك يا إيقيا قال أني أتقاكم لله وحاذ اكتهين أحد كألا أقعب سيبين أنوغو أحي وأصدقكم متك أصدقكم متك إذا كرهن شيء بدن الدين تكرهن شيء أنا هاي وأبركم متك إلهي إذا كبارسا إلهي أقعد عيد بدن أو إحسان بدن أنا هاي الأبر الأصدق الأتقى أنا هوي معلقك أنت مركا هولا أن تقوي بري أهينا إذا فري سيد تومي كرتا كرب الله قدر جميرس أسرع نبى الله سيقادي صحابتي أدب الله عنا يا برية تقوية أولها ميسن كأرجي وميس أيه وحير ربي من كريم لوك الفقيه نبي أنا ميسن تهمني نبي من وياك الدبعين والدبعين يا درثيت هؤلاء سكجد أوي بيواركي ينتاسي مركا كمرمين نبي قلنا وارن كلو دقي لأنه وحوي جيس الله ده كل كلوجو يا هذا شو بدأ هذا بالله والغشرين ويتجنانس ولولا هدي حولها سوك حيدي سنجري اللهين لا حلالت كما تحلون وحنو حلالو بلها صدو حلالو دين وضوغا بعدين عمرضا ولو استقبلت من أمري هذا هدان كهر تقل هالطلاضة يدنا ما استدبرت وحي أن صورها في أن كهر تقل هانا لم أسوق الهدي هذه مصوك حيين بمعنى وام حي حجك هدان هدى بالله بلها وحكمك هدى نوب بالله من لا أهوش اللي صورها في دي بلغون نقول لها هذه مصوك حيين سيدنا كلان يلي لها حاكلو ميشا كجر مهم جدا إن لو هذا استعمالي كرتو أرهن ديمد مركو يهي هول في عم باكو دافتي هولا كو دافي جهاد باكو دافي خير مدى الفرا كو دافي صدق الله بحيا كو دافي عمل وناكسن باكو دافي ما انت هدانجو لو ويفرنت مركز فإن لو تفتح عمل الشيطان وحي خصيصا الرماه الدنيا دي كو دافي مركز كقومين أما عدكش الله يطون لكن أرهن ديمد هدو يهي وفرن يهي هيا لخير بضان باكو دافي الدنيا وح لوق شليتوه ولوقهم ما يجمع لكن دين خير كده في عمل صالحة وخير بدن فرت أحد لقى قنينة الله كلا بما كلا سكوا خلدو فحلوا النبي حلالوه ورانو ما نعبا وقوميه وهايستوس هدي يدك هدي ما يدنسوك حين حلالوه فحللنا وحللوني
وسمعنا واطعنا نبي وركي سبان مقلي وانو هو كان قال عطاء وحوري قال جابر فقدم علي 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 با سو غلي ام كيم اليمن مركا نبي سو حجينيو علي وكيل در سنه كهر لو در اليمن اسو اميره حق النقاديه حق الداعيه قضايا فربضان با يمن كو قبصدي او وخر او كدغاي مكو نبي در وكيل در دار ادعيه حبد كرر باحي كدب نبي انه سنه كان حجين هيو مقلا سو يمن جوغا وسو دقاقي ما كو سؤادي دخل ما كو مري وحي ميقات كو سوغ الله يو وحان خدي وحو نبي خدي بوري مو غادن او خدي هلكاس كغا دارته وكلا خدي مركو مكيم يا لي ما خصوحرت نبي الله وحا خصوحرتان سو خدي ها مسلسا ديش هدي موضة ها ساسي الباليد فقدم علي علي باك سو قال من سعايتي اي من ولايتي ولايه امارتي غانته كو هيب كيمده وسو حجيه سعايه هذا لغما ودو تي زكاه اورنت اهيد انه عامل كنقدو او صدقه سو لغما ودي سعايه وحا لغا ودا ولايه امارتي علي وربني هاشم لو منو غول اني صدقه اوروريان عامل كنقدان اما قاطا وكنبو كسو ديدي ويلك فضل بن عباس هايو كسو ديدي هي ربيع بن عبد المطلب وذكرنا يسوي الكود علي يجري ابدا نواب بنان سموذين ان صدقه الله تحل لمحمد ولا لال محمد صاعنا كما نكون كرتان ما نقادان كرتان لكن قاب كلا ان كو غورن هياي هبل اوتغا وثوم مرتين بن في الايه فقال ابو حور بما اهللت محل علي وصحرت قال ابو حور بما اهل به النبي نبي و خصو خدبا نبا لو سو خدبا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأهدي هذا أمر قد سداتي هدي حول الجورع وهدي كان وامكث نجو حراما أي محرما قارن بالسبب الشو وحنا قصوا حدا تصوحرت هدي وينات كنتو أنا قارن بناي هدي سبوا كنيا مكو كيب سدي هدي بنا كلام مسلمان مكو كيب سدي قارن بتصوحرت ويا هذا حوري إبزال ليلي محرمنا هاو إلى يوم نحر لقجارة قال وحور الزحابي جابر وأهدى له علي هديا وأهدى له علي هديا بنبي وهديا علي حروه كان يبنى وحكم إذا قيب بنبي كسي نبي قيب بقول هلاد وكي نبي قور عدقر نيسان أفرطا لو كان يليحنا صغو بحي وأهدى علي با وهدي له للنبي هديا بو كان حروه كان بطن وقور وقيل وقدره نبي قور عي فقال سراقة وحور بن مالك عفوا سراقة بن مالك مجعشم يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأم لأبد فقال لأبد مسألة مهمة جدا ويتنا سراغ بن مالك ونسو ألف عن بوها والنبي الله هاوشان ما أنت أنصميني تنحج صحراني حج إنا نبدل له وان عمره أبدل له وان عمره عماشة الله إني ما أدنه وان كحلالونه وان إسكتمش لينه هذانا هدو مالك سيديداد أن حج حلانه فسخ الحج إلى العمرة ما صنعت كن بيقوني كتاي مسوى حكم شرعيه ومسلمين الى قيام الساعه يكون رقم هيا سؤال مهم هو نبي الله علي عامنا هذا ما سند كانهم بهوش خاص كنت هاي ام لابد مسوى ولقي فقال بحوري لابد وولقي بهوش ام الدور رب قلت الله اذنك اذن تالا انت نولتين بدخل رقم ميسان الى قيام الساعه هوش انا نجا شافعيه هي جمهور هي حنفيه هي مالكيه جمهور الفقهاء ويكون مرقدين سيكون مرقدين وديدين هي هوشان بلغ ان فافاين وين هبين ان شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى اعلم.